هو اتحاد الكوره ده مش المفروض يبقى اقوى من الانديه؟ مفروض. انت ايه رايك؟ انا اللي بدير. مفيش الكلام ده. يعني انت لغايه دلوقتي مفيش اتحادات جت مسكت الانديه دي بايد من حديد. لا، ما هو الاتحاد الكوره ملوش جمهور. لا بس هم بيمسكوا بقى الانديه بايد من حديد. لو استثنينا انا معاك، لو استثنينا الاهلي انا معاك بقوه جماهيريتهم، هو بيجي على الغلبان دايما. انا معاك 100%. في بعض الانديه ما بيقربوش منها. طيب ليه؟ قال لك لا ده مش عارف ايه وده ايه. خلاص، ما انت خلاص كده، انت فشلت. صح. لكن لو انت في في في, في السعوديه، انا كنت ماسك فئه اسمها هجري في السعوديه 2011. كان في حارس في الهلال احسن حارس في السعوديه، وحارس نمره واحد. الولد ده اتشطب لسبب ما. الهلال السعودي اللي هو اكتر نادي شعبيه في السعوديه، اتحاد الكوره شطب هذا الحارس وانا موجود. يعني ده ممكن اتحاد مصر يعمل حركه زي دي مع مين؟ ايه، ما انا بقول لك مع اي حد بقى، مع الاهلي او الزمالك. ما انا بقول لك واضحين، انا بقول لك الهلال هو مثال اكبر نادي في السعوديه. طبعا الحارس اتشطب. فانت بتتكلم، انت لو انتش جامد وقدرت تدير اقعد في البيت. ما ينفعش، لازم عندك جرأة وشجاعة وفن إدارة مش هتقدر تشتغل. ثلاث حاجات دول لو انت افتقدت اي عنصر من دول انت لا تصلح. كلامك بجد والمصحف. سيبك بقى من الهرتلة اللي احنا بنقولها طول السنين اللي فاتت دي. انت لو ما عندكش قرار، فن إدارة، جرأة وشجاعة، كل سنة طيب.